بسم الله الرحمن الرحيم. معانا اليوم إصدار خاص من أودي Q8 2023، اللي هو الإصدار السعودي والإصدار الخاص للمملكة العربية السعودية، ويكون أو اللي يميز منه أنه له داخلية خاصة. نشوفها مع بعض. عندك هنا المراتب بالجلد الطبيعي، اللون الهلوز تقريبا ما هو ابيض، وعليه شعار المملكه العربيه السعوديه والنقطه تمثل الرياض. عندك برضه هنا مرتبه خلفيه نفس الشيء، المراتب معها مخدات خاصه نفس الشعار. صراحه داخليه محترمة من ناحية المواد المصنعة، من ناحية اللون، وبرضو الشعارات الخاصة الإصدار. بالنسبة للمواصفات والأسعار، عندك هنا السعر 605,000 شامل الضريبة واللوحات والنقل، لكن ما يشمل أي إكسسوارات إضافية. وعندك الضمان 5 سنوات، مفتوح الكيلوات، وصيانة مجانية 5 سنوات أو 75,000 كيلو أيهما أسبق، مع برضو 5 سنوات خدمة مساعدة على الطريق. يعني صراحة السيارة جبارة من جميع النواحي، أديك ملف عليها. هي تجي عندك لونين. الستار هذا جاي منه ستار محدود تقريبا. الستار هذا جاي ستار محدود، هذا اللي مميزه أكثر. عندك فقط 93 سيارة من نفس النوع، يعني أكثر مميز. يجي من هذه الفئه لونين فقط، عندك اللون الاسود، عندك اللون الزيتي الرهيب هذا، هذا اللي ممكن يكون ماشي اكثر مع الاصدار، اللون الزيتي والداخليه نفسها مع شعارات المملكه والرياض. اعطيكم لفه على اللون. لون ما شاء الله جبار صراحة، أبدعوا فيه. عندك هنا جنود مقاس 23 باللون الأسود اللماع أو البيانو بلاك، الكليبرات باللون الأحمر، نوع الكبارات كونتيننتال. أشوف لك مقاساتها. عندك هنا هذه كونتيننتال، وهذا مقاس الكفر 285x35 مقاس 23XL. ما شاء الله. هنجرب لما نفتح السيارة نشوف الإضاءات. اللون الأسود يميزه أكثر على الفئة هذه عن الجنوط. كيف مع الجنط؟ أضبط لك الإضاءة. سلام سلام. مرة ثانية بالله، مرة ثانية أصلا أضبطها لكم. سلم لي على أودي، سلم لي على أودي، دلع من كل الجهات.
ما بشوف. بالله الحين نشغل السيارة. سلام ما شاء الله، تعطيك الموسيقى الترحيبية كذا. حلو. Drive system is active. Let's switch off. Okay. سكر الباب. عندك الباب هنا الكنتارة الداخلية البيضاء الخاصة مع فريزات الإصدار السعودي، تخشيبة طبيعية. أبواب شفط. المراتب عندك من جلد النابة الطبيعي مطرز شعار المملكة. عندك هنا الديكور الداخلي. عندك هنا الشاشة كاملة ديجيتال، تقدر تغير المنظر بضغطة زر من الفيو، تخلي تبغاه كذا أو كذا. تختار هنا عندك أنواع الشاشات المعلومات. حلو. عندك هنا شاشة تحكم، شاشتين عندك، شاشة علوية وشاشة سفلية. تروح هنا عندك الهوم، زر الهوم يعطيك هنا الميديا والتليفون النافيجيشن. هنا عندك الراديو. حلو. عندك هنا الميوزك اذا انت مركب اليو اس بي. التليفون اذا انت شابك التليفون. النافيجيشن. حلو. هنا عندك تحكم المكيف كله شاشة تاتش فول سكرين. تحكم هنا عندك اوضاع القيادة. عندك هنا التراكشن، الفليشر، ازرار التحكم باللي هو ازالة الصقيع. عندك هنا برضو اللي هو الحساسات الامامية مع الـ 360 كاميرا. حلو. هنا عندك برضو اوضاع القيادة، عندك اللي هو مساعد القيادة. عندك هنا الماكسيمم individual البيسك. حلو. نرجع الشاشة الرئيسية هوم. نعطيكم رؤية كاملة على ال، عندك هنا التحكم بالجير، البريك، الاوتو هولد تشغله وتطفيه من هنا، حامل الاكواب. هناك شوف كيف الدلع، بس طفايت اودي. وهنا عندك مدخل الولاعة برضو للشاحن الجوال. عندك من احد المميزات الداخلية تبريد تدفئة للمراتب، الاربع مراتب كلها. التحكم بالمكيف عندك في الاربع مناطق، عندك اللي قدام يمين ويسار، وبرضه المراتب الخلفية يمين ويسار. هذه اضافة صراحة ما مو باغرب السيارات موجودة. الدركسون عندك دركسون الرياضي مع شعار الاس سبورت. هنا عندك برضه تحكم بالاضاءة بالتاتش، يعني مو تاتش، يعتبر ضغطة بسيطة تحكم بالإضاءة. في عندك هنا أوتو اللي هو اللو سكن أوف. هنا عندك أنوار الضباب وأنوار الضباب الخلفية. إيش كمان عندك؟ شاحن لاسلكي. إيش أبوبا المفروض يثبت صراحة، هذا صراحة داون بوينت، المفروض التكاية تثبت. نتأكد هل هي الغلط مني أو ما تثبت. هل لها زرين؟ هذا إيش هذا؟ فالمفروض أنها تثبت التكاية. عندك هو الشاحن التايب سي مدخلين. فيها إضاءات هنا، ما أدري إذا واضحة. فيها إضاءات هنا، ما أدري إذا هي واضحة بالتصوير أو لا. يبغالها نجي في الليل. إضاءة هنا. عندك اللون الأزرق، هذا اللون الإضاءة. برضو فيها يعني بالإضافة للإضاءة الداخلية
عندك إضاءة، كيف أشرحها، زي إضاءة الخلفية الباب. يعني عندك أشرح لك من هنا، فيها إضاءة هنا زرقاء، وفي إضاءة تكون عاكسة على 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 الكنتارة كلها. يعني تختار هنا لون أزرق الخلفية تكون بيضة، تختار هنا لون أحمر الخلفية تكون زرقاء، ممكن هنا تبين أكثر في الليل. ممكن أشرح لك من هنا، خلينا أشوف وأرجع لكم. في البداية الشاشة ما بينت معنا أي تحكم، أنا طالع هنا في الانعكاس، أي تحكم، لأننا ما اخترنا المستخدم. هنا عندك الجست يوزر اللي هو بس يفتح لك التحكم كامل، تقدر تضيف يوزر هنا، تصير أنت تسوي تخصيص لإعدادات الشاشة كاملة، من مثلا سسبنشن، المساعدات، أنظمة القيادة. لو جاء أحد غيرك يقدر يضيف سائق إضافي وتحكم مختلف، وتقدر برضو يصير هو إذا هو بس مجرد سائق يجي يحطه جست يوزر. بس إنه أتوقع لما حطينا جست يوزر لا بيفتح معك كامل. إيش هو؟ طيب حطينا جست يوزر. رجعنا لكم، اضطرينا نسوي يوزر جديد. الحين اوكي نطفي الراديو. الحين سوينا يوزر بدر، نضغط عليه. طيب نرجع هوم. اوكي عندك هنا فتح، بس خلينا نطفي المكيف. اوكي عندك هنا الرادو، الميديا، التليفون، النافيجيشن، يشغل لك النافيجيشن زي تو. نرجع مره ثانيه، تطبيقات التليفون يدعم عندك الابل كار بلاي والاندرويد اوتو عن طريق البلوتوث. اوكي بعدين عندك الاعدادات السيارة، هنا عندك تحكم بالاير سسبنشن للسيارة. حلو، هنا عندك individual ان يعني انت تسوي اعدادات السسبنشن. تبغى تروح للدايناميك، شوف عينكم على العلامة هذه، هنا عندك سسبنشن على ادنى شيء، فانت لما تحط دايناميك، الدايناميك انه هو برضو انه على ادنى شيء، فلما تروح الاوتو اتبع السيارة. حلو، انا احس فيها بس انتم ببين معكم بشكل الصورة برا. هذا الاوتو عندك، ارتفعت السيارة شوي، كومفورت، كومفورت الاوتو انه اوتو يعطيك على حسب وضع القيادة، كومفورت اللي هو الوسط يكون، شوف ارتفعت السيارة، افشنسي اللي هي على يكون على افضل افضل صرفية للبنزين، فالافضل انها تكون مرتفعة شوي على الارض. فانت لما تحط دايناميك، دايناميك يصير سبورت شوي، تنزل السيارة على ادنى شيء، حط لك العلامة الحمراء ان السيارة حين قاعدة تنزل على ادنى شيء. بصورها لكم حين من برا. عندك هنا ميزة جديدة، فتحة الباب فتحة الكترونية، بس هم حاطين مسكة عادية. يعني صراحة هو مدامها فتحة الكترونية، لو حطوها زر هنا زي اللينكن او مسكة ثابتة وزر خارجي افضل. انت بس مجرد ما تفتح الباب يفتح معك. برضو من الداخل، والله السيارة صارت رفيعة كذا تسميها جيب. باب شفت، حلو مسكة الباب، بس مجرد ما تضغط فتح معك. هذا باب الكتروني. عندك الميموري اللي يقفل يفتح الباب من هنا، تحكم المرايا، طي المرايا، تدفئة المرايا،
تحكم اوتو على اربع ابواب وقفل برضو الاطفال. هنا اتوقع انه يقفل لك الشباك ويقفل لك برضو الباب لما تضغطه الحين قفل يصير يفتح بس من برا، فما يحتاج تنزل وتفتح الباب وتقفل عليه بالمفتاح، هنا على طول عندك. هذا برضو نفس الفكرة، هنا عندك الشنطة تفتحها من هنا وتقفل، الكبوت، دعسات سبورت رياضية، صراحة شغل جبار يعني فوق ما الكيو 8 مميزة، الداخلية مميزتها أكثر وأكثر، وعاشت السعودية ما شاء الله. هنا عندك برضو أوضاع القيادة، عندك تقريبا 5 أوضاع أوف رود حترفع السيارة، برضو ما خبرني السسبنشن يختلف عندك، صح يكون أقسى يتحمل أوضاع الأوف رود، أول رود أوكي، هذا يعني اللي هو داخل المدينة وعلى الأوف رود برضو إفشنسي. شوفي هاي نزل لك السسبنشن الوسط، وممكن تكون المساعدات وسط يعني لا هي بقاسية ولا هي لينة. كومفورت العكس، الارتفاع نفسه بس السسبنشن حيكون ألين يعطيك راحة أكثر. أوتو على حسب أوضاع القيادة، هي ممكن تقرأ الطريق إذا هو أوف رود أو أون رود، ترفع السيارة من نفسها نزلها إذا طلعتها من الأوف رود، فحيكون الوضع أوتو معك.